يقول وأنشد لأبي العتاهية: أحمد الله وهو ألهمني الحمد، على الحمد والمزيد لديه، كم زمان بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. بعض الناس ربما يبكي على حال من الأحوال ويشتكي ويكثر الشكوى، قد يأتيه حال أسوأ من ذلك فيطلب الحال الذي سبق، يقول يا ليت هذاك الحال بقي، هذاك بعد أرحم لي وأهول لي و إلى أن زيد. طيب أنت كنت فيه، هل شكرته ولا أكثرت الشكوى فيه؟ فكل ما يصيب الإنسان من عند الله سبحانه وتعالى هو خير. الإنسان المؤمن كل ما يصيبه من عند الله خير، عجبا لأمر المؤمن، كل أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كيف ما يكون خيرا له؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وبشر الصابرين، يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة في أنفسهم أو أهلهم أو مالهم أو في أي شيء، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يحب الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات: الحمد لله وسبحان الله وإنا لله وإنا إليه راجعون عند المصائب. طيب هذا يحبه الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يطالب العبد به. عندما يكون العبد في كل أحواله مستغرقا ذكر الله سبحانه وتعالى فهو من الذاكرين، ما لازم يجلس يذكر بالآلاف، لكن أن يكون في كل أحواله مستغرقا في ذكر الله سبحانه وتعالى، في الحمد والشكر والتسبيح واستحضار نعم الله سبحانه وتعالى وأذكار الأحوال يستحضرها مباشرة في الدخول والخروج وإلى آخره، فهو من الذاكرين. بعد بار الصلوات يسبح ويحمد الله ويهلهل ويكبر وهكذا. يعني العملية باختصار، من أراد الاستمساك وما يسمى بالتدين الأمر يسير، ما صعب ولا شاق، الأمر سهل. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، كل أمتي معناه أنه الأمر يسير، ما كذاك؟ معناه أنه هذا الدين ليس فيه مشقة، هذا الدين يسر. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، خذ منه الذي تستطيعه شيئا فشيئا، لكن قف عند الحدود، قف عند الحدود، هكذا تعظم العظيم إذا وقفت عند حدود سبحانه. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن نزلت عظمته ومحبته في قلوبنا.